موقع أنا السلفي. وقف مع نفسي للتقييم والتصويب. لازم يكون عندي قيم، عندي معايير، أنا أزن الأمور على أساسها. إن لم يكن عندنا قيم أو معايير، فعلى ذلك حياة الإنسان هي عبارة عن إيه؟ صفحات بتطوى، بينتظر عند ذلك الرحيل. لكن المسلم لابد أن يكون له رؤية واضحة، وليه هدف واضح، وليه طريق بيقوم برسم خط السير في الحياة. أنا أرسمه إزاي؟ من خلال هذا الكتاب. قلنا جملة وجيزة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. اعتصامه التمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، لولا ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يبقى عضوا عليه بالنواجذ. يبقى ده الكتاب. الشيء مش عبارة عن حفظ حروف أو إقامة حروف، لكن كيف يكون الأداء خلال إقامة الحدود، أو بمعنى آخر المعنى الذي بتدل عليه الآيات.